أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، أقدمها لكم أنا محمد الوهيبي. وفي نشرتنا لهذا المساء، رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك. منصور بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الإمارات للإفتاء. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. كما بعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وبحث سموه والرئيس السوري خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وعبر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سانتياغو بينيا. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي العلامة عبد الله بن بيا رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعية وأعضاء المجلس، واطلع سموه على أعمال وخطط مجلس الإمارات للإفتاء الهادفة إلى نشر قيم الإسلام السمحة وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح في دولة الإمارات وحول العالم، انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة في هذا المجال. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة معالي الدكتورة حياة قطاطة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، وذلك في مجلس سموه في قصر الإبداع العامر. ورحب سموه في بداية اللقاء بالوفد الزائر متناولا سموه أهمية تواصل العلاقات الثقافية بين مختلف الدول العربية ما يسهم في تحقيق العديد من المشروعات التعليمية والعلمية وإنشاء المؤسسات الثقافية والمعرفية ورعايتها. وتناول اللقاء أهمية التبادل الثقافي بين البلدان في الوطن العربي ما يعزز من تطوير أدوات ووسائل المعرفة وإتاحتها لكافة فئات المجتمع. أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني أن دولة الإمارات تعد منصة عالمية لرسم خارطة مستقبل الطوارئ والأزمات. وقال سموه بمناسبة قمة إدارة الطوارئ والأزمات التي تنطلق أعمالها غدا في أبوظبي تحت رعاية سموه وبتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يسعدنا الترحيب بكافة المشاركين والخبراء والمختصين
والباحثين العرب والدوليين في قمة إدارة الطوارئ والأزمات أبو ظبي 2023، والذين ستشكل مشاركتهم إضافة قيمة ستساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للقمة وصياغة مستقبل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات العالمية. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن العالم اليوم يتحدث بشغف وجدية عن الحاجة الملحة للحفاظ على كوكبنا، وقد واجهت دولة الإمارات هذه الحاجة بإرادة حقيقية واضحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج، ومنها مبادرة شراكة التعليم الأخضر ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 العام الجاري. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. تقدم دولة الإمارات و13 دولة أخرى اليوم الاثنين تقريرها الوطني في إطار الدورة 43 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستعرض الدولة التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا الصدد والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تطوير التشريعات والقوانين التي تعنى بحماية حقوق الإنسان. وتترأس معالي شمة بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع وفد الدولة، وبمشاركة عدد من ممثلي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. ثلاث طائرات تحمل إمدادات طبية وغذائية من الإمارات لإغاثة الشعب السوداني. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. Abu Dhabi has now been branded as the capital of capital. There really are few places in the world where the concentration of sovereign wealth funds and smart investors. Any company that's looking to grow and expand, really look at the Hub 71 accelerator program, the ADGM ecosystem. We couldn't have found a better home. Larger asset management firms, but also private banks or just general financial institutions have established themselves in ADGM. Helping us as a partner to introduce us to the industry, create new schemes together, and really drive that innovation between fintech and the banks, especially here in the region. The quality of the people, from the leadership to the executives to the administrators and the talent that they bring in, I haven't seen anywhere in the world like it. Talking about the Falcon economy, it's the right place between West and East. Everything is there for you to succeed here. أيام العز راحت. أيام العز راحت. أيام العز راحت. أيام العز راحت. حاجة تعيدوا من ورا بعض. شربوا ريد بول وشغلوا راسكم. من إمتى بتقلنا شو لازم نعمل؟ مظبوط. منك الرئيس علينا. الأول قلنا. إيه نعم. الفردية عادة بتفوت بالحيط. ريد بول بيعطيك جوانيح. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أهلاً بكم من جديد. أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها ما يتجاوز 115 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية،
ووصلت الطائرتان إلى مطار بورت سودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية. وحملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى تشاد 15 طنا من الإمدادات الغذائية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتي تسببت في نزوح آلاف الأسر ونقص في المواد الغذائية الأساسية. أكملت عملية الفارس الشهم 92 يوما من العطاء الإنساني والطبي في الجمهورية التركية، تمكنت من خلالها الإمارات من تسريع عملية التعافي وتخفيف المعاناة عن المتضررين من آثار الزلزال وتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 12,000 شخص وإجراء 43 عملية جراحية ناجحة، الأمر الذي جعل الجهود الإماراتية محل تقدير على المستوى الرسمي والشعبي في الجمهورية التركية. وللحديث أكثر عن عملية الفارس الشهم 2 التي تكمل 90 يوما من العطاء الإنساني، معنا من المستشفى الميداني في إصلاحية في ولاية غازي عنتاب مفدنا سهيل الزبيدي. تحية لك سهيل، لو تحدثنا سهيل عن منجزات الفارس الشهم 2 طوال هذه 90 يوم. تحية لكم ولكل من يتابعنا في هذه الأثناء. أحدثكم من مستشفى الإغاثة الميداني الإماراتي في إصلاحية بولاية غازي عنتاب. نحن نتكلم اليوم عن مرور 90 يوم من عملية الفارس الشهم 2، وللحديث عن المنجزات خلال 90 يوم معي هنا العقيد الركن فيصل الكعبي، قائد القيادة المتقدمة لعملية الفارس الشهم 2 في الجمهورية التركية. نرحب بك معنا سيادة العقيد، وأود أن أسألك عن منجزات عملية الفارس الشهم 2 في يومها 90. الله يحييك أخوي سهيل، وشكرا على الاستضافة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عملية الفارس الشهم 2 الحمد لله أكملت 90 يوم من العطاء الإنساني والعطاء الطبي لدعم المتضررين من آثار الزلزال. المستشفى الميداني تم نقله من الإمارات بتاريخ 8/2 من هذا العام. دولة الإمارات دعمت الجمهورية التركية بمستشفيين، مستشفى الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه والذي يديره الجانب التركي، ومستشفى الإغاثة الميدانية الإماراتي في إصلاحية بولاية غازي عنتاب، ويعمل به ويديره طواقم إماراتية من استشاريين وأخصائيين، ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، ونقدم فيه الحمد لله كافة أنواع الأدوية لكل المراجعين بالمجان لتخفيف المعاناة ولدعم السكان. الحمد لله دعم الإمارات في المجال الطبي شكل فارق كبير، ساهم بتسريع مرحلة التعافي والحفاظ على الأرواح بعلاج أكثر من 12,000 شخص والقيام ب43 عملية جراحية ناجحة. وتحظى الجهود الإماراتية بتقدير القيادة التركية، حيث قام فخامة الرئيس التركي بتكريم الطاقم الإماراتي وفرق الإنقاذ تقديرا لجهودهم، كما نحظى بثقة المستشفيات ونحظى بثقة السكان، حيث يتم تحويل كثير من الحالات للمشورة الطبية. الإمارات أول من بنى مستشفى ميداني دولي في إصلاحية، وسنكون آخر المغادرين بحول الله، ونحن دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة.
ودائما سيادة العقيد ما يمثل أبناء الإمارات الوطن خير تمثيل. إذن كنت معنا العقيد الركن فيصل الكعبي، وتسعين يوم من أعمال الإغاثة الإماراتية ضمن عملية الفارس الشهم اثنان، وعودة إليكم في الاستوديو. نعم سهيل الزبيدي، موفد قنوات أبوظبي إلى تركيا، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم أنشطة النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق والتي تقام في العاصمة أبوظبي. المزيد في تقرير ندى الزعبي. مركز أبوظبي الوطني للمعارض كان على موعد اليوم في المؤتمر العالمي للمرافق في نسخته الثانية، حيث اجتمع 150 شركة عارضة إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة. تتمحور هذه الفعالية بالتحديد حول المرافق، وتتناول مواضيع مثل مصدر طاقة الكهرباء عندما نشغل المكيف أو ننير المنازل، ومصدر هذه الكهرباء الجهات الرائدة في تشغيل المرافق الكبرى من حول العالم. وهذه الفعالية تستضيفها طاقة، واحدة من أهم الجهات في مجال المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة. لم يخلو المؤتمر من حلقات عمل مختلفة في الفكرة ومتشابهة في المضمون، ومنذ اليوم الأول تم عقد عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية. اليوم نحن نحتفل في توقيع بعض المبادئ على شكل اتفاقيات مذكرة تفاهم. تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العريقة فيما يخص البحث العلمي، فيما يخص ما هو المستقبل لهذه المرافق، وكيف الاستفادة في إنتاج ماء وكهرباء بأقل التكاليف، وكذلك أقل الأثر للبصمة البيئية أو الكربونية. وضمن هذا الحدث تم عقد المؤتمرين الاستراتيجي والفني، اللذين جمعا عددا من الوزراء وصناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة دور قطاع المرافق في قيادة التغيير اللازم لتحقيق الأهداف المناخية الرئيسية. يوفر المؤتمر منصة رائدة لتمهيد الطريق أمام المباحثات والنقاشات التي ستعقد في مؤتمر الأطراف كوب 28. لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الزعابي، أبوظبي. انطلقت فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة في مدينة جميرة في دبي، لاستشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة. جلسات قمة دبي للتكنولوجيا المالية ناقشت الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية والإمكانيات المستقبلية، وغطت موضوعات مثل بناء اقتصادات المستقبل والتشفير والإطار التنظيمي الناشئ وعالم التمويل أين النساء، وبناء قطاع مالي مرن ومستدام في عصر التغيير، بحضور أكثر من 5000 مدير تنفيذي ومسؤول تنظيمي وخبير تكنولوجي عالمي. نتكلم عن تحديات والفرص اللي موجودة في قطاع المالي طبعاً، ودور تكنولوجيا في قطاع المالي، كيف راح يأثر التكنولوجيا القطاع المالي. فطبعاً هناك يعني شو دور البلوكتشين، شو دور الـ AI على قطاع المالي. وعقب الجلسات توفرت القمة على هامش فعالياتها منصة فريدة للشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية المتنامية في المنطقة وخارجها. من أكثر الأمور اللي تفاجأنا فيها يمكن بشكل إيجابي من طلعنا لايف تقريباً بالتطبيق، اللي هو مدى تفاعل الـ younger generations أو الشباب في التطبيقات الاستثمارية بشكل عام. يمكن لاحظنا أن يعني الشباب يمكن كنا إحنا شوية ما كنا متوقعين الشيء هذا، ولكن الشباب بشكل عام اليوم عندهم اطلاع أكثر على موضوع الاستثمار، وعندهم اطلاع أكثر على موضوع التداول وغيره. فيمكن الشباب اليوم من عمر صغير قاعدين يبدون يشوفون شنو المنتجات الاستثمارية المتاحة اللي تخليهم يستثمرون أموالهم ويديرون أموالهم بطريقة أنسب. قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023 تعد حدثاً هاماً في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تضم دبي نحو 60% من إجمالي شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. بعد الفاصل في علوم العالم تتابعون.
روسيا تكثف ضرباتها على أوكرانيا قبيل احتفالات يوم النصر، وأوكرانيا تعلن تدمير 35 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. تسامح، تسامح واجب، نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية، كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءاً من حكايتنا. التسامح لغتنا. جهاز تبرع ذكي جديد ليكون العطاء سهلاً بين أيديكم. اختر الحملة التي ترغب بالتبرع لها والمبلغ المحدد لتبادر بتقديم الخير بسرعة فائقة، وأكمل الدفع بمجرد مسح البطاقة البنكية. يتوفر الجهاز في جميع أنحاء الدولة. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نوفر لكم دوماً الحلول الذكية للتبرع. الإنسان أولاً. التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أهلاً بكم من جديد، ومن علوم الدار إلى علوم العالم وأهم الأخبار العالمية. أعرب ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعد يومين من محادثاتهما التمهيدية التي بدأت في جدة عن تحملهما المسؤولية، مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني. وقد حثت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن روسيا شنت موجة من الضربات الجوية بالمقاتلات العسكرية والطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى، إذ تكثف موسكو هجماتها قبيل عطلة يوم النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها الصباحي بشأن الحرب إن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى تعرض مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان لنحو 61 ضربة جوية و52 قذيفة صاروخية. وتأتي الهجمات الجديدة بينما تستعد موسكو لاستعراض يوم النصر غداً. هذا وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل على أهداف مختلفة في أنحاء البلاد، وعددها 35 طائرة من طراز شاهد الإيرانية الصنع. وقال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على المدينة، فيما أشارت الإدارة العسكرية في المدينة إلى أن الهجمات تسببت في حدوث دمار وخسائر مادية، مؤكدين أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات. وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا في 9 مايو،
وذلك وفق مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه. وجاء في المرسوم أنه تجسيدا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني، فقد وافق الرئيس زيلينسكي على الاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو من كل عام مع دول الاتحاد الأوروبي التي تحتفل بذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. وأشار المرسوم إلى أن القرار قد تم اتخاذه من أجل تعزيز وحدة شعب أوروبا ولضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. إلى الولايات المتحدة، حيث كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وقناة ABC الأمريكيتان أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتفوق على الرئيس جو بايدن بسبع نقاط مئوية في سباق انتخابات عامة، إذ حصل ترامب على 49% مقابل 42% لبايدن. ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قال 44% من الأمريكيين البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون حتما أو على الأرجح لصالح ترامب مقابل 38% لصالح بايدن، بينما لم يحسم 12% موقفهم. دفعت حرائق الغابات في غرب كندا إلى إجلاء مزيد من سكان مقاطعة ألبرتا في ظل وضع غير مسبوق من جراء أكثر من 100 بؤرة اشتعال ناشطة. وطلبت السلطات من نحو 30,000 شخص مغادرة منازلهم في مقاطعة ألبرتا، حيث تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على أكثر من 20 حريقا نشطا. وكانت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث أعلنت في مؤتمر صحفي يوم السبت حالة طوارئ في المقاطعة التي تعد من الأبرز على صعيد إنتاج النفط. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك. منصور بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الإمارات للإفتاء. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.